بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنرسم مع بعض لاين. هاجي دلوقتي أقول له أنا عايز أرسم بوينت باي كوردينيت، فبديني عايز مني الإكس والواي والزد، فأقول له أنا عايز أكتب كود بلوك. طيب دلوقتي أنا عايز بدل ما أقعد أعمل 3 أرقام، لا أنا عايز أخليهم كلهم مكتوبين هنا، فأقول له مثلا 200 وأديله السيمي كولن، إنتر، 100 سيمي كولن، انتر، 300 سيمي كولن، وبعد كده اوصلهم بقى ببعض. ده الاكس، ده الواي، ده الزد. وبعد كده هقول له انا عايز ارسم لاين ستارت بوينت اند بوينت. طيب لو ده اللي ستارت تحتي، انا دلوقتي محتاج الاند بوينت، فممكن اقول له بوينت اوريجين، دي اللي هي نقطة 0 0، أوصلها من هنا، فراح أرسم لي الخط بالشكل دوت عشان أشوفه. أجي هنا enable background 3D، يبقى هو كده عمل إيه؟ رسم لي نقطة من الإحداثيات اللي هي 200 100 300، ووصلها بالنقطة التانية اللي هي في 0 0. ممكن في أي وقت أغير 3 دي، خليها مثلا 100، فلاقي الخط اتغير. ده الإكس والواي والزد، وصلتهم ببعض. ده تطبيق سريع لموضوع ان انا اشتغل وارسم حاجة في برنامج الدينامو.